السلام عليكم خويا. حنا ترانزيتير لي ترانزيتير في الناظور راه مكربسين بزاف، مكربسين لواحد الدرجه ما تصوروش. هنا لاين بي ولا مرسى ماروك ما دايرينهاش، لي كي فين غادي ينزلوا لي كاميون ديال لا فيزيت، عينا ما نديرو الشكايات، عينا ما نديرو الطلبات، لا مرسى ماروك لا هذا، ما كاين والو. الناس لي دو تربور كاملين خدمه موجوده، لي كي كيدي كيخلص من الواجبات ديالو نصف الشركه، ولا ترانزيتير يخلص الشركه ديالو، خلص اللوازير يدي بوطيو لي سلعه، يدير لا فيزيت السلعه يمشي. كاين الشتا حنا مكربسين، كاين البرد حنا مكربسين، كلشي راه كاين. حنا عندنا مشكل حنا كبير هنا اونيفو ديال ناظور بور، الوحيد اللي في المغرب اللي عنده المشكل نتاع لا فيزيت هنا في لوبور. شنو قررت دابا لا ام بي باش دير هنا في انا قرر حنا عندنا هنا الى مسموح تشوف هنا عندنا ان بار كنديروا فيه لا فيزيت هنايا، بغى يبلعوا عندنا لوز دو بار من ليه يخلينا هاد لابارتي نديروا فيها لي كاميون بير لو فورغور، ما يمكنش امبوسيبل. واش غيديروا فيهم في داك لابارك؟ قالوا غادي يديروا بانه ان تيران بالنسبه للناس اللي كيحطوا الرمله وهذا باش يديروا ليكسبورتاسيون. حنايا تنطالبوا الحق ديالنا لي تير، خصنا انكي باش نديروا لا فيزيت ديالنا. شكرا. السلام عليكم. الطريق لاسبانيا ما يلاه خال الاجراءات كاع مرسى مارو كان ميزنزا مشانين يا عمي تشري مشانين ولاد المشكل خرج الشيء قد ولاد المشكل الشيء انتزت وانت ماني غنبد نتخطى سن عاشين الحرام واختج نحمي واخور حقت انتزت حمي واختج نحق لاخر.